السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كتب لي هذا الفيديو نصوره جوج مرات. المهم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ اموركم كلها مزيانه؟ ان شاء الله ما بقى لنا والو، صافي ريحه رمضان عندنا في الدار. ما بقى والو ان شاء الله. رمضان ايام معدوده ان شاء الله باش نستقبلوا الشهر الكريم بالفرحه وباي حاجه زوينه. وكيف ما عودتكم البنات، يعني الاخوات اللي متبعيني من زمان، يعني عارفين احنا اللي كنكونوا متغربات على بلادنا وعلى هكا، ضروري كنبغيو نديروا اللمسه ديال رمضان في ديورنا لوليداتنا، ضروري ما كندير زينه رمضان، المهم كندير جهدي. كندير جهدي البنات باش كندير واحد الجو ديال رمضان، باش كل عام وليداتي يبقاو يتسناو رمضان هكا. المهم هذا ولفتو عن يعني دايز ليا في الدم، من عام لعام خاصني ندير واحد الزينه، بالكثير ولا بالقليل المهم كنوجد الزينه ديال رمضان، من غير توجد التوجاد يعني ديال الشباكيه وسلو البريوات وداكشي، هذاكشي ما نذكروش عليه. من دابا كندويو على الزينه تاع رمضان وسط هذا الغلاء، وسط هذا يعني الله يحفظنا اجمعين البنات، يعني واحد الموجه الغلاء ضاربه العالم كامل. هنا في امريكا راه شنو نقول لكم، راه يعني الحاجه اللي كنتي كتاخديها بثمن عاد بجوج وبالثلاثه، يعني واحد الموجه غلاء خصوصا في المواد الغذائيه، راه الله يحضر السلامه وصافي. في المغرب حتى هو مني كندوي مع احبابي كي يعني كيبداو يقولوا لي شي اثمنه، راه داكشي عاد كيخلع. الله يحفظنا والله الله يخلينا، يعني شنو نقول لكم، الله يدينا في الضو. هذه هي الحاجه اللي غادي نقول. المهم البنات وسط هذا الغلا وسط هذا الشيء كامل، ضروري ما نخطف شي حويجات للزينه تاع رمضان. ان شاء الله في هذا الفيديو البنات غادي نشارك معكم القديم والجديد، وغادي نجاوب على مزيان مني عاود هذا الفيديو، يعني لقيت شي اخوات سولوني على واحد الطابلو اللي كنت شاركته معكم، راه كنت حطيته منين خديته هكا وكسف هذا الفيديو، ماشي مشكل نقول منين خديته ونشرح لكم كل حاجه ونحاول كل حاجه نقول لكم يعني منين خديتها. المهم غادي نبداو بالقديم وحنا غاديين في الجديد ان شاء الله. المهم اول حاجه البنات اللي لبيت عليها هي هذا الدواو، انا نقرب لكم لحقاش الفيديو اللي عاودت كانت فيه الاضاءه ناقصه، كنصورته بالليل. المهم البنات هادشي ديال الضو، هذه كفكره واخا داز عليها شي شويه الوقت وكتنفع ان شاء الله العام الجاي. المهم انا كما كتشوفوا غيبانوا لكم يعني الضواو ملونين، هادو خديتهم ان شاء الله باش نزين بهم على برا ونزين بهم الداخل حتى هو، يعني بغيت ندير شي شويه ديال الضواو نعاندو حنايا. المهم بغينا نزينو بهم شي شويه ديال الضواو، راكم عارفين الاخوات اللي خارجين على البلاد يعني في وقت ديال الاعياد ديالهم هنايا، يعني كيديروا واحد الزينه وكيديروا هكا، بغينا ناخذوا غير شي شويه حنايا ونخليو يعني وليداتنا يبقاو مشتاقين بحال هكا لرمضان وهكا. راه ما نكذبش عليكم، ملي كنت كنصور راه كانت واحد الفرحه، لساني كينقز وهكا، وامتى غتقادي وامتى غديري هادي وامتى هكا، كيعطيو الراي. المهم داكشي هذا هو الهدف، الهدف راه كنت صورت واحد الفيديو في الانستغرام غادي نحط لكم البنات. المهم هادو البنات هادو واحد اللي وريتكم كاملين، المهم راه شويه شويه، المهم يعني مختلفين في الديكورات. هادو كما كتشوفوا هادو جاوا بالالوان، هادو جاوا يعني لون واحد، هادو جوج جاوا لون واحد. المهم هادو البنات في الوقت ديال الكريسماس كيكونوا يعني اش نقول لكم بواحد الشكل بزاف، يعني اي ستور كتدخلي والا كتلقاي هاد الضواو، ما تاخذوهمش في هذاك الوقت ديال كريسماس، خليو تايفوتو كريسماس ديالهم وساليو وفضيو، ضروري ما كيبقاو عندهم في ستوك، يعني كيبقاو عندهم في المحلات كيخرجوهم في التخفيضات البنات. هادو حنا خديناهم 80% تخفيض، يعني بحال اللي كديهم باطل، يعني راكم عارفين حاجه تكون دير 10 دولار غديها انت تقريبا بجوج دولارات ولا هكا، يعني كتعود باطل. المهم هادو هادي كفكره واخا دابا داز عليها الوقت وكتنفع ان شاء الله، المهم تدوز على الدماغ وتنفع ان شاء الله العام الجاي، الله يخلينا في الحياه، يعني بحال كم يكون لهاد الاعياد وهكا ويكون داك التخفيض ياخذ الواحد الحويجات على تيسع. المهم هادو بالنسبه للدواو، انا راه باقي عندي هادو ديال العام اللي فات، نوريكم حتى كيفاش كنحافظ عليهم. المهم ها نتوما هادو هكا كيفاش، هادو ديال العام اللي فات ملي كيسالي وكنسالي منهم الخدمه وداكشي، ماشي كنرميهم ولا شي حاجه، لا هانتوما كما كتشوفوا البنات كنجمعهم بالباتري ديالهم بحال هكا، كندورهم على هذا الشكل مزيان شفتوا، وجمعهم انا في هذا الزيبلوك بحال هكا. هذه اللي بالالومنيوم، هذه غادي نوريها لكم، هذه بحال الخاميه يعني بالتيليكوموند ديالهم بكلشي، يعني كنجمعهم حتى من الراس ديال حيت هذيك فيها غير ليفي، حتى من الراس ديالها حتى هو جمعها معاه باش ملي نبغي نديرهم نلقاهم بحال هكا. ديرهم يعني في واحد الباكس كانت مخليه ديال رمضان، ودابا جبتهم. ها نتوما كما كتشوفوا البنات
هانتو هادو، هادي بحال هادي هي اللي كنت دايره خاميه، يعني كتجي هكا خيوطه، شتو كتجي خيوطه مهوده، هي راه غير خيوطه بحال هكا فيها الضو، راه مازال حيت باش ما يتخبلوش حيت رقاق كما كنشوفوا البنات، كنجمعهم على هاد الطريقه بحال هكا، وجمعتهم هنا في هاد الفطيئه اللي هنا وبقاو بحال هكا باش ما يتخبلوش ليا. هادي هي الخاميه، كنت هي خديتهم هادو، كنت واخدهم من امازون البنات. علاش انا هاد الفكره ديال الدواء وخديتهم على تيساع؟ حيت مني كنت بغيت، كنت انا تعطلت ومني بغيت نبدا ندير في الزينه تاع رمضان، ملي بديت كناخذ من امازون لقيت غير هادشي قليل ويجيك على مده، داكشي علاش خديت، يعني من الخطا الواحد كيتعلم شتو البنات. المهم هادو بالنسبه للضو هكا كيفاش كنحافظ عليهم، هما دابا ان شاء الله غادي نجبدهم. هادو تا هما كنت خديتهم من امازون، هادو كيجيو بحال هكا الجينات، شتو كيتحطو، اما كيتحطو كيجيو على شكل، اولا كيتعلقو، شتو هادو كيدارو في رمضان وفي الاعياد، اولا كيتعلقو كيجيو المنظر ديالهم زوين ملي كي ملي كيتحطو. باش نوريكم بحال هكا، هذا باك كامل كنت خديته من امازون، ما عقلتش على بشحال كنت. المهم هادشي كامل الثمن ديالو يعني مرؤوف، يعني ما كاينش شي حاجه غاليه. باك كان فيه تقريبا ثلاثه، شو تا هما جمعهم بهذه الطريقه بحال هكا، دايره واحد الباك وكنخليهم يعني من العام لعام كيتجبدوا. هذا العام الثاني اللي غادي نخدم بهم دابا، انا كنوريكم هادشي اللي كنت واخده في القديم يعني في العام اللي فات. هذا تاع هي الهلال كما كتشوفوا البنات، هذا راه يعني راكم شفتوه معايا بزاف العام اللي فات. هذا كنت خديته من تي جي ماكس، الثمن ديالو ها هو فيه 7.99. وهذا العام لقيت لي هاد لقيت هادي لقيتها من هوم جودز، لقيت هادي كما كتشوفوا فيها نجيمه بحال هكا، كدير فيها الشميعه وهكا شتو. اما هذا راه كنت كندير فيه، مره كندير فيه شميعه، مره كندير فيه هذوك الشميعات غير تحتانيين، مره كندير فيه التمر، يعني كل كتجي الحطه ديالو زوينه، يعني مره كنديرو زينه، مره كنستعملو كطبق، كيجي الحطه ديالو انيقه وزوينه، وكيزين كيزين الطبله ديالنا، ولا المهم كيعطي واحد اللمسه في الطبله ديالنا. هنا غادي ندوز لكم هادو، هادو يلاه هادي يلاه خديتها هادي البنات، عرفتوا راه جات في الباب، انا هادشي لا صافي حتى كنت بديت كنوجد وانا نحيد. هادي كيفاش جات في الباب؟ جات حلوه حيت ما خديتهاش كبيره، هانتوما شفتوا القد ديالها، يعني ماشي كبيره، ومكتوبه فيها هنا رمضان مبارك، وجات بهذا الورد. دابا اصلا يعني صافي راه بدا الوقت كيتبدل وهكا، يعني جات واحد المنظر ديالها زويون. شو البنات هادي هي خديتها من امازون، وهادشي اللي كنوريكم الاكثريه ديالو يعني ما فايتش، يعني الثمن ديالو مرؤوف. هادو كانوا هديه من عند ايمان صاحبتي العام اللي فات، شو البنات هادو كانوا هديه. هادو اللي بغاهم راه مازال ايمان عندها كتبيعهم بالالوان، يعني بحال هكا بالدوغي وعندها بالارجونتي، شتو كتجي معاهم هادي حتى هي بحال هكا، يا يتحطوا يا يداروا بحال هكا، يعني هكا وهادي يعني تجيو بحال هكا متلتين، يا اما مثلا دير غير هذا بوحدو، شتو كيجي زويون المنظر ديالو، كيجي غزال في الحيط ملي كيتعلق كيجي يا سلام. تخشالي صبعي. المهم البنات هادي كانت هديه من عند صاحبتي حليمه، وهما هادو ديال العام اللي فات، كتجي بحال هكا بالعود، وتا هي صراحه قالت صدقت الله يعمر لها الدار، يعني غزاله. انا كنت معلقاها وكنت دايره لها معلقاها، ولات يعني دير لها كيف ما بغيتي دير ليها. هما وهاد الفنانس هادو تا هما كيشعلوا على هاد الشكل كما كتشوفوا، بقات فيهم الضو يعني من العام اللي فات وباقي فيهم يعني الشميعه. هذا راه ضو يعني بالحجر، شتو بالحجر، وكتجي على هاد الشكل، كتجي واحد المناظر زوينه، يعني كتزين بها الطبله ديالك. انا كنت معلقاها، يعني كنت معلقاها فوق الطبله اللي كنا كنفطروا فيها، يعني بالنسبه للاخوات العام اللي فات راه عاقلين، يعني كانوا معلقين كيجيو زوينين، ولا يتحطوا ولا مهم، باقا ما عرفتش هاد العام كيفاش غادي ندير لهم، كيجيو فنين. دابا ان شاء الله غادي ندوز لهادشي اللي شريت هاد العام. خديت هاد الباك البنات مزيان مني باقي مصايب، خديت هاد الباك هذا، شوفوا بغيتي تحل ليا،
كيجي على هذا الشكل كما كتشوف. هذا راه فيه عيد مبارك سعيد، صافي داز رمضان مؤمنة. عيد مبارك سعيد كيجي بحال هكا وهكا، يعني كيجي باكي تحط على هذا الشكل. كيجي بالعود هاد الناس، هذا راه عود، شو عود تقريبا بحال الخدمة ديال هادي، ديال هادي، هادي مكتوبة فيها على رمضان مبارك، تقريبا نفس الخدمة ديالو، نفس الماتيغ نفس كل شيء. كيجيو باك فيه ثلاثة وثمن مرؤوف، يعني ما غاليش، هذا تقريبا قل من 10 دولارات هذا الباك بثلاثة. شتو كيجي واحد المنظر ديالو زويون. خديت هاد المباخرة البنات، هاد المباخرة اللي جات كريستال، هادي شي شوية يعني، هادي اللي شي شوية زايدة فيهم في الثمن، في تقريبا في هاد هادو اللي شاركت معكم دابا، كتجي على هاد الشكل وتا هي فيها هاد الشكل بحال هكا ديال الهلال، كاين اللي فيها الهلال وكاين اللي فيهم نجيمات. وانا خديت غير هادي علاش؟ لحقاش عندي واحد لونسومبل تا هو كريستال، بغيت نحطهم يعني في بلاطو واحد، يعني غادي يجيو مع بعضياتهم هادو ديال اختي سكينة ديال العرس جاو معاها اللي كدير فيهم داك المزهر وداكشي، عندي منهم جوج، يعني غادي تحطو في بلاط، طيحت الغلقه ديالها، في بلاطو واحد غيجيو زوينين. شتو البنات؟ يعني غيجيو واحد البلاطو غيجيو زوينين. المهم هادي تا هي خديتها من امازون. اما البنات اللي في المغرب ما شاء الله، راه هادشي ديال المباخرات وداكشي راه معجبين بيهم. حنا راه حنا كان غير كنديباريو وصافي البنات. المهم جات غزاله، يعني كدير فيها غير داك الجمره سبيسيال صغيره، وكتحط عليها البخور ديالك. غادي ندوز لهادو، هاد البوسترات البنات، اللي كتجي فيها رمضان مبارك سعيد، لا رمضان مبارك. هادو راه فيهم دابا، قلبت النهار اللي خديناهم كانوا غير هاد اللوان، كان يعني لقيت غير هذا في الزرق، اما حاليا البنات راه لقيتهم، ولقيت فيهم الوان كثيرة في امازون. المهم هادو البنات خديتهم من امازون، الثمن ديالهم 13 دولار الوحده، وكاينين دابا حاليا الا قلبتو راه غتلقاوهم يعني عبارات مختلفه. انا هذا لقيته كبير، يعني خديته مده، هادي ما كانش بغيت نطيح في المشكله اللي وقعت لي العام اللي فات، وانني من بغيت نقلب على هادشي ديال زينه رمضان لقيت كلشي تقريبا ما بقاش، داكشي علاش هاد العام يعني سبقت خديت على تيتاع. كما كتشوفوا البنات كتجي على هاد الشكل، وعجبني صراحه قال هاد اللويه. هذا الثوب ديالو ماشي ما جا الثوب ديالو، ما جا بين الثوب، ما جا من بالبلاستيك، يعني واحد الثوب في شكل هاد تسمعوا، ولكن كتجي فيه واحد اللمعه ملي كيتعلق راه كتحس بيه، ممكن يجلب لك العين زوين. المهم هادو البنات من امازون، خديت هادي وخديت هادي ديال عيد مبارك سعيد، تقريبا بحالها غير مبدله في اللون، هي تقريبا نفس الديكور، شتي نفس الديكور، هي مكتوبه فيها عيد سعيد، لا عيد مبارك، شتو كتجي زوينه في الحال البنات. وهادو البنات هاد خديت هاد الباك ديال المخدات، هادو تا هما خديتهم من امازون البنات، كيجيو على هاد الشكل. خديت هاد اللوين، انا عجبني هاد اللوين بحال هكا، فهاد الصفيفر بحال هكا بحال الذهبي، وبلا هذا الكري الفونسي، شتو كيجيو هكا باك فيه ربعه. هادو الثمن ديالهم ما عقلتش، المهم تاهما في امازون وفيهم عزلات كثيره، يعني هادشي ديال هادو ديال المخاد، يعني فيهم الوان واشكال، يعني داكشي كثير، كاين اللي متشارجي، كاين اللي فيه داك الجليش، كاين يعني مهم
اشكال وانواع اللي بغى بحال هادو راهو من امازون باش خديتهم انا. خديت هادي ديال الطبله البنات تقريبا نفس اللون، ماشي تقريبا يعني نفس اللون، هادي ديال السونسر تاعك كما كتشوفوا البنات تجي. انا خديتها طويله على حسب الطبله عندي كبيره ونخدم بها، يعني غادي تشوفوا ان شاء الله نخدم بها هكا وهكا وهكا. وباش عجبتني يعني هاد التوب ديالها هذا كيتغسل يعني كتغسلوا في البلاصه يعني تمسحوا يتخو على الجا الماء كلشي يعني كينشف في البلاصه. واخر حاجه البنات هما هاد الفنانيس، هاد الفنانيس اللي شحال وانا كنقلب عليهم كنت بغيتهم بحال هكا، هاني خصها تزير وما جبتها تزير من بعد، كنت بغيتهم بحال هكا بهاد الجليج بهاد الجاج اللي ديالنا هذا الشو ديال المغرب البنات شكل كيبان ديك الزواقه ديالو. شحال وانا يعني كنقلب على بحال هكا اللي يكونوا بحال هكا، وباش عجبوني يعني مخرمين حتى من الفوق يعني خدمت فيهم الشمع الحقيقي. يعني راكم عارفيني مدمنه ديال الشموع كنبغي يعني الشمع الطبيعي يعني يخدم فيهم الشمع الحقيقي حيت محلوله من الداخل وكيجي داك المنظر ديالها زوين. هذه حتى هي لقيتها في امازون البنات، لقيتها في التخفيض كانوا دايرين فيها تقريبا واحد 30% ديال التخفيض وخديتها. مهم الثمن ديالها يمكن شي 79 هكاك بثلاثة. شو البنات كي كتجي كتجي غزاله صراحه هكا عجباتني، شو كتجي من الكبيره للصغيره. مهم كان هذا الفيديو ديال اليوم اللي عاودت معكم، كنتمنى يعني الفيديو الصوره تكون واضحه. اخر حاجه بقات ليا هي مبغيتش نطيح هذا مبغيتش نطيح هذا. اخر حاجه بقات البنات غادي نشاركها معكم دابا هذا الطابلو هذا اللي لقيت عليه اسئله كثيره. هذا البنات تا هو خديته من امازون، هذا التوب ديالو شنقول لكم راه رطيطب رطيطب واحد التوب غزال لدرجه ديال كيجي بحال اللي راك يعني بديك تشوفه بالعين المجرده كيبان لك بحال اللي راه دايره له الجاج وانت راه ما داير له لا جاج لا والو، يعني دايرينو خادمين الخدمه ديال التروادي يعني فعلا كيجلب لك العين فعلا كيقلبك فعلا كيسحب لك راه بلي راه حقيقي يعني كيبان بواحد الشكل بالعين المجرده. المهم هذا حتى هو البنات خديته من امازون، وهاد الشومبريره ديالو هاد الكادر هادو حنا اللي درتو يعني خديناه من هوم ديبو وفصلته بحال هكايا قطعته بحال هكايا على حساب الطابلو وجا على هاد الشكل. شتو كيجي يعني درتو انا شد لي هاد الحيط كامل. مهم كانت هادي اخر حاجه يعني كنلقى عليها اسئله بزاف البنات سولوا عليه وصافي. مهم حتى لهنا ما بقى لي غير غادي نحبس معكم الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعني يكون كل شيء واضح نكون على الاقل يعني شاركت الاخوات ووضحت احسن من الفيديو اللي كان قبل يعني وضحت كل حاجه. ما بقى لي البنات غير غادي نودعكم ونضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.